هاي جايز، ويلكم باك تو ماي شانل. اهلا بكم في قناتي على اليوتيوب. فيديو النهارده هيكون فلوج، ده الفلوج نمبر 2 او بارت 2 او الجزء الثاني، اي حاجه انتوا عايزين تقولوها. مش عارفه اسمي الفلوج ده ايه بصراحه. لو ما شفتوش الجزء الاول هسيبه لكم تحت في صندوق الوصف عشان تروحوا تتفرجوا عليه بعد ما تشوفوا الفيديو ده. ولو مش عاملين سبسكرايب او اشتراك في قناتي انزلوا دلوقتي اعملوا سبسكرايب واعملوا لايك على الفيديو واعملوا كومنت كل الحاجات دي. اولا عايزه اقول لكم انا اسفه جدا على منظر الاوضه اللي ورايا. النهارده يوم الخميس والساعه تقريبا 2:15، والجو بره يا جماعه شمس جدا وحر جدا، بس واو بصوا الفيو الجميل ده. بس ما اختي نايمه مش في المود ابدا، مع اني اتحايلت عليها كذا مره بليز يلا نخرج او نعمل اي حاجه، مش راضيه خالص وراحت تنام في الاوضه بتاعتها. اخواتي الاثنين وجوز اختي نزلوا على البول، بابا وماما نايمين في الاوضه الثانيه. فانا قلت اعمل ايه، اقعد وانام زيهم؟ اكيد لا. فعملت شعري، عملت الميك اب بتاعي، وقلت لنفسي يلا نخرج حتى لو هخرج لوحدي. دلوقتي هقوم البس وعلى طول هنروح دبي مول، علشان بصراحه من اول ما جيت دبي وانا عايزه اروح دبي مول لانه بحب دبي مول قوي. عايزه اروح اتمشى اشوف المحلات، بصراحه وحشتني قوي ابو ظبي. ما بحبش اطول قوي في دبي كده لانه بتوحشني ابو ظبي، بيوحشني البيت، بيوحشني الروتين. انا انسانه رونيتيه، واو انا انسانه روتينيه جدا، بحب يكون عندي روتين معين امشي عليه، اصحى الصبح اشرب كافي اعمل فيديو كل الحاجات دي، فاهمين؟ فبحب يكون عندي روتين، فلما روتين يتغير او تحصل اي حاجه تغيره حتى لو حاجه حلوه بتضايق. هاي الاضاءه هنا احلى بكتير. طبعا انتوا عارفين ان انا ما اقدرش انزل من غير ما اوريكم ماي اوتفيت. هو ده الاوتفيت اللي انا لبسته، الجاز ده من H&M، حسيته جاز حلو قوي وخفيف للصيف، بس محتاره قوي في الشنطتين دول، مش عارفه اشيل اي واحده فيهم. عندنا دي اللي هي كاجوال جدا من Shein، هو ده شكلها في اللبس. وعندنا الجوتشي باج المفضله بتاعتي اللي هي كروس باج. اوكي جايز، هستقر على الجوتشي باج بتاعتي لانه مديه للجاز شكل كلاسي اكتر، الثانيه كاجوال اكتر، مع اني لابسه سليبرز ابيض. اه يا رجلي. دلوقتي هرش البرفيوم المفضل عندي حاليا اللي هو جيرل اوف ناو من الي صعب. زي ما انتم شايفين طبعا الاضاءه جميله جدا. نلبس السيت بلت اكيد لانه السيت بلت ده اهم حاجه. انا اسفه جدا على الاضاءه. يا انا فخوره جدا بشعري النهارده علشان لسه ما باظش لحد دلوقتي. صح، وانا اللي بقول ليه دبي زحمه النهارده؟ اتاري النهارده الخميس، انا اصلا ناسيه ان النهارده الخميس. طبعا دلوقتي هنعلق في زحمه دبي مول. اوكي جايز، سو انا وصلت المول دلوقتي، بس المول زحمه قوي فمش عارفه اصور لكم الفلوج لانه بجد زحمه جدا. حاسه ان انا ما فكرتش في الفكره كويس قبل ما اقول انا عايزه اروح دبي مول النهارده الخميس، فاكيد هيكون زحمه جدا. دول يا جماعه طعمهم يقرف، ما انصحش اي حد بيهم. بس ما بتحبهم على فكره. انا بكرههم كره العمى. دول حلوين بس دول احلى، يعني هي دي نفس دي بس دي احلى من دي. انت بتكلم اصحابي ليه؟ انت بتكلم اصحابي ليه؟ بعرفهم بس. دول بنات ودي احلى من كل حاجه بقى موجوده في المكان. هاي جايز، سو انا رجعت دلوقتي الهوتيل وهوريكم دلوقتي الحاجات اللي انا جبتها. عندي كيس من باث اند بودي وركس وعندي كيس تاني من ماك. بصراحه الكيس اللي من ماك ما فيهوش غير حاجه واحده بس برضه هوريكم. ما عرفتش ابدا اصور لكم الفلوج زي العالم والناس في المول علشان الناس فوق بعضها، المول حقيقي كان كده قد ما كان زحمه. بس النهارده الخميس مش عارفه ايه اللي خلاني اتخيل ان المول مش هيكون زحمه بسبب الكورونا. اتاري كل حد في المول، كل الشعب في المول حقيقي. دلوقتي وانا ببص على الحاجات اللي جبتها من باث اند بودي وركس قاعده بقول انا ليه جبت
كل الكمية دي من نفس الريحة. كلمتكم في الفلوج اللي فات او اللي قبله مش فاكرة على قد ايه بحب جابانيز شيري بلوسم من باث اند بودي وركس. هو ده لو ما جربتهوش روحوا جربوه، ريحته تجنن. وبالنسبة لي الريحة دي بقت مرتبطة قوي بالنوم وبالاسترخاء والهدوء وكل الحاجات دي، فعلشان كده بحبها قوي قبل ما نام مثلا او اول ما اصحى، بحس ان هي هدوء كده واسترخاء بس especially او خصوصا قبل ما نام، لانها فعلا بتحطني في مود حلو قوي قبل النوم. فكانوا عاملين اوفر حلو قوي على الترافل سايز، الواحد ب 12 درهم فجبت كتير. فجبت 3 من الشاور جل الواحد ب 12 زي ما قلت لكم، وجبت البادي ماسك بتاعه. بصراحه ما جربتوش لسه بس قلت اكيد نفس الريحه يعني فجبته. واو. لو كنت شميته هناك كنت جبت واحد كمان، ريحته قويه جدا. وجبت 2 من البادي كريم علشان يفضلوا عندي، اوريدي عندي واحد زي ما قلت لكم بس قرب يخلص. باث اند بودي وركس عندهم نوعين من الكريم، في عندهم النوع اللي بيبقى شكله عامل كده وفي النوع اللي هو بيبقى في علبه زي دي. الكريم اللي في العلبه دي بينعم اكتر وبيدي ترطيب اكتر، فاكيد ده احسن، وده بصراحه دايما بجيبه. فبجد يا جماعه ريحته تجنن. واخر حاجه جبتها برده من جابانيز تشيري بلاسم هو الهاند سانيتايزر ده، اوريدي عندي واحد في شنطتي اهو، ريحته تجنن. ويعني سانيتايزر حلو وبرده السايز بتاعه حلو قوي للشنطه. من ماك جبت الفيكس بلس اللي هو بالكوكونات، بحبه جدا، كان خلصان من عندي وكان لازم اجيب واحد جديد. انا بحب قوي اجيب اللي بالكوكونات لانه ريحته حلوه قوي. ده بالنسبه لروتين الميك اب بتاعي اساسي جدا بصراحه، ما اقدرش استغنى عنه خالص، فخلص من عندي وكان لازم اجيب واحد جديد. وبس كده هي دي الحاجات اللي جبتها بصراحه. الساعه دلوقتي 7:15 بالليل وانا ما اكلتش اي حاجه من الصبح، بس فطرت يا دوب كده بيض وذاتس ات. فانا حرفيا بموت من الجوع دلوقتي. اهلي لابسين على اساس انه هينزلوا يتغدوا، بس ما لسه نايمه، مش عارفه لسه هنعمل ايه، مش عارفه نتغدى ايه، هناكل ايه ولا اي حاجه. بس انا بالنسبه لي خلاص زهقت من الخروج، خصوصا انه الكمامه، والكمامه يا جماعه لما بلبسها ما بعرفش اتنفس كويس، وغير كده بتوجع لي ورا ودني جدا، خصوصا الودن دي. مش عارفه لو في اي حد تاني زيي، بس يا جماعه مش حاسه اني عايزه اخرج تاني بصراحه، حاسه اني عايزه اكل في السرير واعمل اداء تاني. فمش عارفه بصراحه اهلي هيعملوا ايه، هشوف لسه معاهم وبعد كده هرجع لكم علشان اقول لكم احنا هنعمل ايه بالظبط. سو انا اسفه جدا على اللخبطه اللي حصلت في الفلوج ده. احنا النهارده تقريبا بعدها بيومين او 3 بصراحه مش فاكره، انا اصلا مش عارفه ليه هنزل الفلوج ده، او مش عارفه ليه انا عايزه انزله. بس انتوا بتحبوا الفلوجز بتوعي بتاعتي ودايما بتطلبوها، حتى لو طويله او حتى لو ما فيهاش اي هدف انتوا برضو بتطلبوها، فعلشان كده انا عايزه انزل لكم الفلوج ده مش اكتر من كده. فزي ما شفتوا كده بالظبط في اول الفلوج، انا كنت في دبي، كنت في هوتيل مع اهلي، وبعد كده الفلوج بقى هنا دلوقتي وانا في البيت في ابو ظبي، رجعت من 3 ايام زي ما قلت لكم. اخر حاجه شفتوها في الفلوج وانا في دبي كنت تقريبا راجعه من دبي مول، وريتكم الحاجات اللي جبتها من هناك، وبعد كده رحنا اتعشينا انا واهلي في مطعم هندي، وبعد كده روحت البيت نمت، والساعه 6 الصبح حركنا على ابو ظبي علشان الزحمه. بصراحه ما كملتش الفلوج ساعتها علشان ما كانش في اي حاجه حصلت مثلا انترستينج او اكسايتنج او حاجه كده فيها حماس علشان اصورها لكم او عشان انتوا تشوفوها، فاهمين يعني؟ بس اتعشيت نمت صحيت جانا ابو ظبي وبس. المهم جايز باركولي علشان انا اشتركت في الجيم اخيرا. جايز اخيرا 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 اشتركت في الجيم، عملت ممبرشيب مدتها 6 شهور. صراحه الستاف دي مبسوطه بيها جدا جدا، وحاسه ان هي مغيره لي نفسيتي ومغيره لي المود. اصلا من وقت ما كنت في دبي وانا كل يوم بروح الجيم، سو تقريبا دلوقتي بقى لي اسبوع كامل بروح الجيم كل يوم، يمكن مره او مرتين اللي ما رحتش فيهم، لكن النهارده كنت في الجيم، امبارح كنت في الجيم، اي ثينك قبله كمان كنت في الجيم مش متاكده. احلى حاجه حصلت في حياتي يمكن السنه دي. بجد انصح كل حد فيكم لو مش مشترك في الجيم يشترك، لانه فعلا بيغير النفسيه بطريقه مش طبيعيه، غير لما تكون مثلا انتوا بتعملوا ورك اوت في البيت، ورك اوت بره في الحديقه، على عيني وراسي بتمشوا بتتمشوا وات ايفر. الجيم يا اخي غير، غير لما تكونوا مشتركين في الجيم، تصحوا الصبح تروحوا، احساس يجنن بجد. الجيم اللي انا بروحه بقى احلى حاجه فيه ان هو بيفتح 6:30 الصبح. الجول بتاعي بقى الاسبوع ده اني اروح الجيم اول ما يفتح، يعني 6 الصبح اصحى
افطر بعد كده اروح على الجيم. مش انا افطاري بيكون اصلا كافي، للي عارفيني اكيد عارفين الحاجه دي، ما بفطرش الصبح غير كافي بس. فده بجد هدفي اصلا من اني اشترك في جيم بيفتح بدري قوي كده، اني اروح الصبح بدري جدا، ابدا كده يومي بنشاط وبطاقه، واعمل ورك اوت كده مورنينج ورك اوت. بحس الحاجه دي يعني هتحسن لي النفسيه اكتر واكتر. او باي ذا واي انا بصور بجامة. طبعا انتوا عارفين روان ما تقدرش تعيش من غير شوبينج، سو امبارح جبت شويه حاجات كده عايزه اوريها لكم. امبارح بالصدفه عديت على المحل ده وجبت منه شويه حاجات تجنن. عايزه اقول لكم ان ده مش اعلان ولا دعايه، ولا هم اصلا عارفين ان انا عايشه في الحياه او اي اكزيست، بس في نفس الوقت انا عايزه اقول لكم عنه، لانه فعلا يا بنات لبس الرياضه بتاعهم واو. المراحش ماكس لازم لازم يروحوا. anyways من غير رغي كتير خليني اوريكم. كمان عديت على باث اند بودي وركس اوف كورس، بس باث اند بودي وركس هنخليها للاخر. هوريكم دلوقتي ايه الحاجات اللي جبتها من ماكس. انا قلت بصراحه بدام عملت ممبرشيب يبقى لازم اروح الجيم شكلي شيك شويه، يكون عندي لبس رياضه شكله حلو. اول حاجه جبتها من ماكس هو السبورتس بدا دي. بصوا اصلا ازاي لونها يجنن يا بنات. تخيلوا دي بكام جايز؟ تخيلوا ب 25 درهم. تخيلوا، وعلى فكره الكواليتي تحفه، يعني من السبورتس برا فعلا اللي بيكونوا بيدوا سبورت قوي. باي ذا واي حاسه الكاميرا ظلمه لونها قوي، هي لونها نيون بينك، يعني لما تبصوا لها كده بتقولوا اوه بينك قوي، فاهمين؟ ما بعرفش اتمرن صراحه غير بسبورتس برا، وانا الجيم بتاعي ليديز اونلي او بنات بس، ف يعني سبورتس برا لازم صراحه في الجيم بالنسبه لي. وحاجه كمان عني غريبه جدا يا بنات، لازم يكون شكلي حلو وانا بتمرن، مش انه شكلي حلو انه حاطه ميك اب وعامله شعري اكيد لا، بس انه لازم اكون لابسه لبس حلو للجيم، عشان الحاجه دي بتحمس اكتر او بتحمسني انا شخصيا اكتر انه اتمرن واعمل الورك اوت بتاعتي. لو في اي حد في العالم زيي سيب لي تحت في الكومنتس، علشان مش عارفه اذا انا بس اللي كده ولا في ناس كمان كده. دي تاني سبورتس برا جبتها، لونها اصفر كده نيون يلو، برده مش طالع شكلها في الكاميرا زي ما هي في الريل لايف. جايز في الريل لايف او في الحقيقه عامله زي الهايلايتر كده اللي هو اصفر، يو نو نفس الستايل بالظبط بس لونين مختلفين، يعني ابدل فيهم. كمان كان في هناك جراي، كان في اسود، كان في الوان تانيه كمان، بس انا دول عجبوني. طلعت جايبه برده من نفس الستايل اللون الجراي ده، برده يجنن يا بنات. بصوا ازاي حلو، بحس حلو يكون عندكم اوبشنز انكم تقعدوا تبدلوا، سبيشلي لو هتروحوا الجيم كل يوم، وانا بصراحه عايزه اروح الجيم كل يوم. دي صراحه من اكتر الحاجات اللي انا حبيتهم ومن احلى الحاجات اللي جبتهم اكتشلي، هي السبورتس برا دي. هو ده شكلها، حسيت شكلها سيمبل قوي وفي نفس الوقت يعني بتدي للجسم شكل حلو جدا، لانها بتمسك الخصر قوي وشكلها حلو قوي في اللبس. هو ده شكلها، هي دي من ورا، وحبيت الكلام الابيض اللي عليها مع الاسود، حسيتها شبه كالفن كلاين قوي، عارفين الستايل بتاع كالفن كلاين، حسيتها شبهه قوي. اخر حاجه للجيم جبتها هي السبورتس برا دي، ومعاها برضو الليجنجز بتاعها. هم دول اللي خلاني اجيب الست ده، انه الكلام اللي مكتوب هنا ده عجبني جدا، وعجبني الستايل قوي بتاع البرالات دي. انصحكم نصيحه من عندي كاخت او كبست فريند او كاي حاجه انتوا عايزينها، انكم تروحوا محل ماكس وتشوفوا القسم بتاع الورك اوت، وكمان تشوفوا قسم البيجامات. على فكره البيجاما دي من هناك، هي كده من فوق وفيها كده زراير، وكمان من تحت بانت، فبجد تحفه 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 يا بنات. يعني شوفوا ازاي البيجاما جيرلي وكيوت، والخامه بتاعتها تجنن، وكانت ب 75 درهم. تخيلوا، مش قادره اقول لكم بقى قد ايه بتكونوا متحمسين جدا على الجيم لما تجيبوا لبس رياضه جديد. يعني بجد يا بنات احساس، بجد يا بنات احساس غير غير غير، جربوه بجد. قلت لكم ان هو ماي فيفورت ومحدش صدقني، فاكيد دلوقتي صدقتوني يا جماعه، لانه بجد الريحه دي انا بقيت مدمناها حرفيا. عايزه اقول لكم ان الحاجات دي كلها انا جبتها في السيل، وكمان جبت حاجات زياده علشان يفضلوا عندي مش كل شويه اروح اشتري، فالحاجات دي هتفضل عندي لمده طويله جدا. بس امبارح رحت باث اند بودي وركس وجبت منه الشيمر سبراي ده، مش عارفه اذا باين لكم هنا ولا لا بصراحه. اوكي اعتقد هنا بقى باين اكتر. هو عباره عن كده سبراي بترشوه على جسمكم وبيديكوا كده لمعه حلوه قوي ريحه الجابانيز تشيري بلاسم، فحبيته قوي يا جماعه. وكمان كان عندي كل حاجه تقريبا من الكولكشن بتاعه جابانيز تشيري بلاسم، من صابون الايد للسبراي بتاع الجليتر للسبراي العادي، شاور جل، البادي لوشن، السانيتايزر، كل حاجه الا الكاندل. فامبارح برضو رحت جبت واحده وريحتها تجنن يا بنات بجد.
دلوقتي بقى عايزه اقول لكم على الورك اوت اللي انا بعملها تقريبا بقالي اسبوع اهو في الجيم كل يوم على التريدميل. الورك اوت دي اسمها 12 3 30. لو كتبت الارقام دي او الرمز ده على اليوتيوب هيطلع لكم فيديوهات كتير قوي هتشرح لكم اكتر ايه الورك اوت وبتعمل ايه، وهيطلع برضو ناس صوروا جسمهم قبل الورك اوت دي وبعدها، بتظبطوا السبيد على 3 وبتثبتوا الانكلاين على 12 فالجهاز بيبقى مرفوع كده شويه وبتمشوا لمده 30 دقيقه، فعشان كده الورك اوت اسمها 12 3 30. فعلا يا بنات الورك اوت دي بتخليكوا تعرقوا، بتخليكوا تحسوا انكوا فعلا عملتوا مجهود في الجيم، ودي اكتر حاجه بتقلل الوزن او بتخسس لما انتوا تكونوا فعلا عملتوا مجهود كبير جدا في الجيم وبتعرقوا، فكل ما تعرقوا اكتر كل ما تحسوا انكوا اتمرنتوا اكتر واحسن. دي الورك اوت الاساسيه بالنسبه لي الفتره دي عشان انا عايزه اجربها لمده شهر واشوف اذا فعلا هي بتشتغل او بتعمل فعلا نتيجه ولا لا. بعد الورك اوت دي اللي هي الورك اوت الاساسيه بتاعتي بعمل سكواتس، بعمل تمارين بطن، تمارين ايد، تمارين ظهر، شولدرز، كل الحاجات دي، ويت، بحاول على قد ما اقدر يعني اني اشيل ويت لانه الويت كويسه برده. لازم يا بنات تعملوا مع الكارديو سكواتس علشان ما يروحش حاجات انتم مش عايزين انها تروح. ف الساعة دلوقتي تقريبا بقت 5، فاللي انا هعمله دلوقتي اني هنهي الفلوج ده معاكم، هعمل له editing. وانا اسفة جدا بجد لو الفلوج ده كان متلخبط او ممل شوية، بليز سيبولي تحت في الكومنتس اذا بتحبوا الفلوجز اللي زي دي اللي انا حرفيا مش بعمل فيها اي حاجة بس بصور يومي بالظبط عامل ازاي. ما تنسوش تعملوا لايك على الفيديو وسبسكرايب تحت علشان ما يروحش عليكم اي جديد من قناتي. بس guys thank you so much for watching، بحبكم جدا وهشوفكم في الفيديو الجاي. باي guys.